صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وأيضا على تلفزيون تيلي لومير ونورسات. منصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايحة ومنطلب البركة في البداية بهذا النهار المبارك اللي بنتمنى أنه يكون نهار يحمل دائما الخير والأخبار السارة لنا جميعا، وخاصة لجميع اللي الأشخاص اللي بيعانوا من مرض كورونا على أسرة الشفاء. بنطلب لهم الشفاء يا رب والرحمة لكل اللي توفوا، خاصة إنه مبارح سجلنا عدد كبير من الوفيات في الأردن، وأيضا مثل ما بعرف كمان في لبنان، وعدد كبير من الإصابات، فمن وصل 8000 أو 7000 الرينج يعني، والوفيات بين 85 إلى 100 وفاة باليوم. فدائما ربنا وأنه يزيح أن هذا الفيروس إن شاء الله ربنا قادر على كل شيء، لكن علينا أن نثق به ونثق برحمته علينا أولاده، فهو بالأكيد أنه ما بيتركنا وحيدين ما دامنا نحن معه. فاليوم الحلقة هذا التساؤل دائما يطرح لكل الأشخاص المؤمنين بالسيد المسيح ومؤمنين بالمسيحية اللي تعليمهم تعليم المسيحية، تعليم بغض النظر عن أي كنيسة هم منتمين، أرثوذكس، لاتين، موارنة، كلدان، أقباط أو إنجيليين. التساؤل عن الفداء والمصالحة بين البشر، فداء السيد المسيح ومصالحتنا بين الله وبين البشر. اليوم رح نتحدث بهذا الموضوع وناخذ اتصال مع أبونا فرح حجازين للحديث مطولا بالناحية اللاهوتية، وأيضا أبونا جورج شرايحة الناحية اللي هو السؤال المتوارد بيننا كإحنا كمؤمنين وجماعة مؤمنة، هي الأسئلة اللي دائما نطرحها على بالنا، فاليوم رح نطرحها. وأيضا نحن طرحنا سؤال على الأشخاص وعلى صفحتنا على أساس ناخد ردود أفعالكم ردودكم الخاصة، أو إذا في عندكم تساؤلات بخصوص هذا الموضوع، هل المصالحة بين الله والبشر عمل إلهي أو عمل بشري؟ وإحنا بننتظر إجابات منكم في اتصالات أيضا اليوم 0658-33-773. هلا بحطوا الشباب على الشاشة، 606 التليفون الأرضي و5833-773، والمفتاح تبع الأردن إذا في اتصالات من خارج الأردن 00962 00962، وبتتصلوا على 00962 وبعدين بتحطوا 6 5 8 3 3 7 7 3، والشباب الآن بيحطوا على الكنترول روم، بيحطوا على الشاشة من الكنترول روم. وايضا من حي هذا الصباح كل الاشخاص اللي على الكنترول وعلى التصوير، منار عماري وانس الصقه وريمون حتر، وايضا من لبنان في عنا الاستاذ سامر والسيد رولان والسيد مارون على المباشر على التلفزيون، ومديره البرامج ماري تريز كريدي من حيها، ومن حي كل العاملين في النورسات، من حي فرير نور، ومن حي مدير المحطه السيد جاك كلاسي. نتوجه له لكل الأشخاص اللي بيشتغلوا بالنورسات واللي بينشروا النور وكلمة ربنا كل المحبة، وصادق الأمنيات إنكم تكونوا سالمين يا ربي بالصحة والعافية. فبالبداية أبونا ناخد دائما البركة من نهارنا ونبدأ أيضا في برنامجنا. نعم، تفضل أبونا. أعزائي المشاهدين بالمسكونة كلها، أسعد الله صباحكم، صباحكم نور أجمل ما نستهل به هذا النهار المبارك. يا صلاة على يسوع المسيح. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس الله، قدوس القوي،
قدوسنا الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب، اشفق علينا وارحمنا واشفنا من كل وباء ومن كل مرض ومن كل علة، ليكن دمك وجسدك سر فداؤنا وخلاصنا للمسكونة كلها والسلام إلى العالم أجمعين. آمين. آمين يا أبونا، شكرا على الصلاة الجميلة. دائما الإنسان دائما لازم يبدأ بصلاة بكل عمل بيقوم فيه، تربنا يعطي البركة. إذا بيطلع بالسيارة دائما يصلي. إحنا ليش بنحب دائما نعيد هذا الحكي والكلام؟ عشان نضلنا نذكركم فيه أنه ضروري جدا بكل عمل بتقوم فيه من الصبح، بتقوم من الصبح من تختك من نومك ترسم إشارة الصليب، تحكي تردد آية بتحفظها، صلي أبانا، الصلاة اللي بتعرفها، اذكر الله في أول شيء بتفتح عينيك عليه وشوف كيف نهارك بمشي، وجربها جربها، يعني انت مش خسران شيء، جربها وشوف النعمة اللي بتحل عليكم، لانه الاشخاص اللي بيجربوا هذا الشيء واللي بيعملوه كل يوم بيلاقوا النعمة خلال النهار بكل عملهم، بوفقهم ربنا. نحن اليوم حلقتنا راح تكون ساعة، فرح نقطع البث الساعة 10 لانه في برنامج راح رجع لفضائية نورسات فبدهم يكملوه الفضائية، فاحنا راح نوقف للساعة 10 ونسلم بيروت الحلقة والبث، واحنا راح نكمل للعشرة ونص للي بحب يضل معانا مستمرين على صفحتنا على فيسبوك. فمنحيي كل الأشخاص اللي انضموا لنا اليوم على المباشر، منصبح عليهم ومنصبح على كل اللي بعتوا لنا صباحاتهم المباركة وفردا فردا. فبالبداية أبونا، قبل ما ناخذ الاتصالات وناخذ تليفون أبونا فرح حجازين، بدنا نصبح على الست فيروز الراشد و حنان عبابسة وصفدي وأنفادي إيفون حتر وأمال السلمان وفريدة اليعقوب، هدول اللي أول ما بينضموا لنا بياخدوا إيش بقولوا الزبدة فبطلع أسميهم، وبعدين خلال الحلقة بصير صعب إنه نلحق الأسامي نحكيها اسم اسم. واريما دباغ وسامر قنصل وهيلدا سويدان الخورية، يسعد صباحك، صباحك نور، مانويل عبلة وهيلدا بدرة وكل اللي عم بيشوفونا وبيشاهدونا على المباشر، وجرجس المصري من فلسطين معنا كمان فيروز الراشد صباحك نور. وبنستنى أسئلتكم بهذا الموضوع، موضوع الفداء والمصالحة بين الله والبشر، هل المصالحة بين الله والبشر عمل إلهي أم عمل بشري؟ طبعا إحنا نشاطاتنا خلال الأسبوع، طبعا بالإضافة لنشرة الأردن في أسبوع، كل الأدديس تم بثها مباشر على صفحتنا على النورستات، لأنه نحن الصلوات والقدديس نهار الأحد والجمعة ممنوعة بسبب الحظر الشامل، فنقلناها كلها مباشرة من كل الكنائس أرثوذكسية كاثوليكية وأيضا الكنائس الأخرى من اللاتين كمان. لما بنقول كاثوليكية بنجمع بين الروم الكاثوليك واللاتين، فحاولنا ننقل القداديس وأول بأول على مدار اليوم السبت والأحد على مدار الساعات كانت في قداديس تبث على صفحتنا مباشرة. أيضا كانت في مقابلة جدا رائعة على انعكاسات لزيارة قداسة البابا فرانسيس للعراق، فكانت مقابلة تم بثها ونشرها على النورسات بين مع سيدنا المطران ويليام الشومالي، فموجودة أيضا على صفحتنا للي فاتوا مشاهدتها. كذلك دكتورة برنامج الدخول الأول لربطة البطريرك مدينة الناصرة، نعم، صفحة نورسات مغطية، نعم، موجود اليوم كمان زيارة البطرك والدخول الأول لغبطته لمدينة الناصرة. وأيضا اليوم عيد القديسة رفقة. جميل، نعم جميل، نعم، فكل عام وانتم بخير، ولكل اللي حاملين اسم رفقة
إن شاء الله يا ربي بشفاعتها إنه تزيل عنا كل مرض وكل ألم عم آمين. بيعيشوه. وأيضا موجود على صفحتنا برنامج كنيستي عن مدينة السلط وكنيسة المبنية بالصخر، فجدا التقرير رائع للي بيحب يشوفه ويشاهده. وأيضا منهني رهبات مار يوسف باحتفال بالنذور لثلاث رهبات، تم الاحتفال الأسبوع الماضي، فمنقول لهم ألف مبروك لرهبات القديس يوسف الظهور بسموه، فمنحييهم ومنبارك خدمتهم ورسالتهم عنا بالأردن وبكل الدول اللي موجودين هن فيها. طبعا احتفلنا بعيد الأم يوم الأحد، منحيي كل كل أم عام وانتم بخير. انت وكل كمان دكتورة. ونقول كل عام وانتم بخير لكل الأمهات العاملات، الأمهات الموجودين بالبيوت، الأمهات، كل أم، كل ست بتحمل صفة أم. وأيضا أمهات اللي مش شرط الأم اللي تكون إنها خلفت، الأم اللي بتعتني وبتربي أجيال. في عنا كتير من معلمات يعني ما كانوش أمهات لكن كانوا بمثابة الأمهات لطلابهم، فنحن رسالة الأم وما تحمل الأم من معاني. نحن منحيي كل إنسانة عم تعمل بكل مع رسالة الأم، بتعمل بتخدم إن كانت أسرتها، أطفالها، طلاب صفها، طلاب المدرسة، بعملها، بالمراكز الأمومة والطفولة. فنحن بنحيي كل أم، بنقولها كل عام وأنتم بخير. الأم قد ما نحكي عن الأم ما بنوفيها حقها. فمنحيي طبعا شهر الربيع دائما بيحمل هذا العيد الجميل اللي بذكرنا الربيع والأم، دائما هالربط بين الجمال والزهور مع انه طقسنا مغبر صار و50 كله غبرة، لكن بيحمل ايضا اجواء جميلة من التفتيحة للشجر مفتح وعم بيزهر والورود. ان ولادة جديدة. نعم نعم هي هذه الربيع. فأبونا هلا نرجع لموضوعنا اليوم، الفداء والمصالحة بين الله والبشر. نحن خاصة في زمن الصوم الأربعيني، فموضوع الفداء ومعنى الفداء ما هو؟ نعم، في الحقيقة لسهولة الفهم على الإنسان نعم العادي بدي أعود للأسرار السبعة، وخصوصا سر الإفخارستية بيوضح هذا الموضوع بكل سهولة. يعني القداس الإلهي هو عبارة عن إعادة لاستذكار أحداث الفداء والمصالحة، نعم لأنه أصلا بالأساس الأصل بالموضوع أن الواحد قبل ما يقدس يكون نعم فحص ضميره، ويكون من الأفضل أنه اعترف بخطاياه، نعم وبالاعتراف يتم سر المصالحة، نعم يسمى بين مزدوجين المصالحة اللي هو سر الاعتراف. فخلال الذبيحة الإلهية خلال القداس بشرح الكاهن هذا العمل بالضبط بشرح يسوع المسيح وقمة هذا العمل الفداء على الصليب. كيف يعني يبلش بطلب الكاهن ومن ثم بيبدأ الكاهن بلف بين المؤمنين يحمل الإنجيل. ما هو هذا الإنجيل؟ البشارة، نعم ينقلها إلى الناس، ويتم بعد ذلك عمل الفداء اللي بيمثله الكاهن من خلال الخبز والخمر. لماذا الخبز ولماذا الخمر؟ ويضاف إليهم الماء الطعين الجم. لما طعن يسوع بجنبه نزل لوقتها ماء ودم، نعم لذلك الكاهن بيجيب المي وبيضيفها وبيعمل إعادة الأحداث. عشان نفهم هذا السر بدنا نتبع بالقداس، بدنا نفتح عيوننا ونمشي مع الكاهن. بنشوف كيف الماء يساوي الحياة، بدون ماء كل كائن حي حتى النبات حتى الإنسان بدون ماء بيموت. هذا من الخارج يدخل إليه ليمنحه الحياة، من الداخل الدم هو نعم سر حياتنا، متى ما الإنسان فقد دمه بيموت. نعم فالحياة تساوي الدم والماء، والخبز القمح، الخبز من ناتج الأرض ما يقدم، وهو غذاء الإنسان.
الخبز المادي والخبز الجوهري في هذا العلاقة التبادلية، نفهم سر الفداء اللي قام فيه يسوع، وعندما قام حكيم الكهنة وقال خير للناس أن يموت واحد عن الأمة. فكان في العهد القديم وفي كل الديانات حتى الوثنية العهود تقام ويختم أول ختم، الختم الدم، أن يجرح القائد مع القائد الذي يقيم الصلح معه من العشر. يصك على جلد الإبل وجلود الحيوانات ويختم، ما كان في ختم زمان يكتب اسم الكنيسة أو اسم لها، بالدم كان. فحتى بالولادة الطفل المشيم لما بينفطم عن أمه، هذه الكتلة التي سكبت فيها نعمة من الله، هذه الحياة في هذا الطفل، ينقطع الدم فيصبح هو مستقل بذاته عن حياة الجسدية للوالدة للأم. فالدم هو سر الكائن الحي الإنسان من داخله، هذا الدم. فعلى الصليب فدمه وقام يوم الثالث، فقمة عمل الفداء. يسوع المسيح كان يعلم أنه سيواجه هذا السيناريو، ولكنه لم يخف، لم ينسحب، لم يتردد. كان بسابق علمه يعلم، وأخبر التلاميذ وقال لهم متى تم ذلك فتكونوا أنتوا شهود وتكونوا عارفين أنه هذا الحكي عمل فداء كله كان لابد أن يتم، لأنه الشعب ما رح يقبل في الملك السماوي اللي أنا بقدمه. كانوا يعتقدون أن نبوءات العهد القديم التي سوف تتحقق بشخص المسيح سيكون داود جديد، سيكون سليمان جديد، ملك يقضى على الاستعمار الروماني ويحقق مملكة إسرائيل، هكذا اعتقدوا هم. كانوا يتحدثون في العهد القديم عن أورشليم مدينة القدس اليوم، ولكن يسوع المسيح قال لهم أورشليم السماوية، المدينة الفاضلة، وأعطاهم الأسس فصلبوه لأنهم لم يقبلوا في أسس المدينة الفاضلة محبة الخالصة، محبة القريب الذي أنا معه في عمل، وأعطاهم مثل السامري الصالح من هو قريبي. ومن ثم ارتقى فيهم إلى محبة أعظم من المحبة السائدة اللي هي حبني وبحبك ومشي لي مصلحتي بمشي لك مصلحتك، اللي كانت سائدة عند المجتمع اليهودي. ارتقى فيهم إلى محبة الأعداء والمصالحة مع الذات، كي أستطيع أن أفهم سر الفداء لابد من المصالحة مع الذات ومع الإنسان الآخر، لأنه الآية والشرط الأساسي الذي وضعه السيد المسيح إن لم تغفروا للناس لن يغفر لكم أبوكم السماوي، يعني في مقاربة واضحة، يعني في أداة شرط في الموضوع. إذ لم تغفروا للناس، يعني إذا ما قدرنا نسامح بعض. في ناس بفهم المصالحة على أني أنا أنسجم بداخلي وما أحقد عليه، ما أفكر فيه بالشر في داخلي هالإنسان اللي أزعجني، ولكن مرة ومرتين بعطيه فرصة، والثالثة لما بيكون بجرح مشاعري وبأذيه أنا مفروض مني كمان، هذا مش خطية أو تكبر، أني أنا أضع علاقتي معه ميزان معين. نعم. والمصالحة أني أنا أصالح بداخلي، مو شرط أرجع أخطأ معه نفس الأخطاء ونرجع أنا وياها في علاقة يعني نهايتها ومصيرها الفشل. أبونا هلا قبل ما الشباب يحضروا لنا تليفون، أبونا فرح حجازين، تحضروا لنا شباب تليفون الأب فرح حجازين للحديث عن الفداء والمصالحة بين الله والبشر. أبونا موضوع الفداء، يعني لما شفنا السيد المسيح على خشبة الصليب وتم تعليقه، نحن بنحط حالنا محل البشر اللي كانوا يتبعوا السيد المسيح، شافوا معجزاته وشافوا تعليمه وكانوا يرافقوه وشافوا بعينيهم. نحن هلا يعني نؤمن طوبى لمن آمن ولم يرى، لم نرى لكن سمعنا ومن آمن الكتاب المقدس، لكن اللي شافوا واللي اتبعوا كانوا تسائلهم انه السيد المسيح بهذا العذاب وهذا الألم، وانه موضوع الفداء انه انا فديتكم، هل كان هذا الشيء يعني بوقتهم بالزمن اللي هن كانوا عايشين كان شيء مقبول؟ لا طبعا ما كان شيء مقبول،
وخيم الحزن واليأس على لأنه دائما نعم مذكور هن بالآية ملعون من علق على يعني فسوى، عقاب، كان عقاب وكان عقاب الشخص السيء. ينحط عليه اللعنة، فيعني كان حاشا إنه ابن الله ما يدعى، من يدعى ابن الله واللي عمل هذا الشيء، إنه كيف بنهايته يصير على الصليب. يعني وبالنسبة لإلهم الصليب يعني وصمة عار، نعم يعني للي نعم من يعلق على الصليب. فهل كان مقبول عملية الفداء إنه قبلوه فهموه؟ كان مفروض أنهم يفهموا، وانقسموا التلاميذ إلى 3 تيارات بعد أن خيم عليهم الحزن واليأس والتعب. انقسموا إلى 3 تيارات، في ناس مثل يوحنا الحبيب ومريم العذراء وبعض التلاميذ اللي كان عندهم ثقة عمياء، ثقة غير واضحة المدى نعم أمامهم بهذا الشخص وهو معلق على الصليب وهو يموت وهو ينزف دما وألما. كانوا على ثقة أنه هذا ما زال هو الملك العظيم، ولذلك بقيوا عند أقدام يسوع إلى اللحظة الأخيرة، لا بل عند الصباح الباكر أيضا ذهبوا إلى القبر. وفي بعض التلاميذ أصابهم اليأس والقنوط والاكتئاب، لا بل نعم انتحروا تفرقوا ورجعوا لبلد انتحروا كل يعني واحد. نعم يوحنا مات، يعني الاتصال جاهز. عفوا يهوذا نعم انتحر. نعم نحن نرجع لأبونا هذا السؤال كمان، وبنشوف هلا بالاتصال مع سيد أبونا فرح حجازين. صباحك نور أبونا. صباح الأنوار، يسعدنا هذا اليوم اللي دائما بنلتقي فيه وبنصبي على قدام كلمة الرب. صباحك نور أبونا. أبونا، الفداء والمصالحة بين الله والبشر، وإحنا وضعنا سؤال: هل المصالحة بين الله والبشر عمل إلهي أو عمل بشري؟ وكنا نتحدث عن الفداء والمصالحة، فأنت الخبير بهكذا مواضيع، فتحدثنا عن هذا الموضوع. وهلا بعطيك الميكروفون زي ما بيقولوا والحديث لك، تفضل أبونا. شكرا لكم، ربنا يقدرنا نخدم كلمته لخلاص النفوس. آمين يا ما في رب. شك، الإنسان منذ الإنسان الأول اللي أخطأ، وكل إنسان هو خاطئ. وما أجمل جملة موجودة في الكنيسة الأرثوذكسية اللي بتقول: ما من إنسان يحيا ولا يخطأ. وكذلك القديس يوحنا الحبيب يقول: من ادعى بأنه بلا خطيئة جعل الله كاذبا. نعم. فمنذ أن أخطأ الإنسان وهو يحاول المصالحة مع الله، فراح يكون حديثي في 3 نقاط. النقطة الأولى: كيف كانت تتم المصالحة في العهد القديم بين الإنسان الخاطئ وبين ربنا؟ والنقطة الثانية: كيف كانت المصالحة في الإنجيل المقدس أو العهد الجديد؟ والنقطة الثالثة: هل المصالحة هي عمل رباني أم عمل بشري في قلب الإنسان؟ نعم وإن شاء الله بنحاول ما نطولش عليكم. تسلم يا أبونا، تفضل أول أبونا. المصالحة في العهد القديم. نعم. محور المصالحة في العهد القديم تدور حول العهد نعم. الذي قطعه الله على نفسه. من ناحية، اختار الله في العهد القديم الشعب الإسرائيلي، نقرأ في تثنية الاشتراء: إياك اختار الرب إلهك لتكون له شعب خاصته من جميع الشعوب على وجه الأرض. ولكن من ناحية ثانية، المطلوب من الشعب أن يعمل بإرادة الله ويحفظ وصاياه. لكن هذا العهد يمكن أن ينقض من قبل الإنسان، ومن هنا جاءت فكرة البحث عن طقوس تكفيرية تمحو الخطيئة وتسترد صداقة الله. من هذه الطقوس بالتدريج: أولا، طقوس التوبة الجماعية. كانت تقام طقوس التوبة الجماعية في حالات عديدة في زمن المجاعات والأوبئة والحروب. كانت هذه مناسبات يعترف بها الشعب بخطاياه ويبكيها حتى يسكن غضب الله ويسترد رضاه. ومن عناصر هذه الطقوس الدينية: ينفخ في البوق، تفرض التوبة الجماعية مدة أيام، تفرض أعمال تكفيرية مثل تمزيق الثياب، يلتحفون الخرق، ينامون على الأرض، يرشون الرماد على الرؤوس ويحلقون الشعر واللحم. نذكر مثلا على ذلك توبة أهل نينوى: فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، وقام الملك عن عرشه وألقى عنه حلته والتف بمسح وجلس على الرماد. ثم جاءت بعد ذلك هناك أيضا ما يسمى بيوم التكفير العظيم. مرة في السنة يأخذ رئيس الأحبار تيسين ويضعهما بين يدي الرب. تيس يذبحه للتكفير عن نفسه وبيته وعن آل إسرائيل، ويأخذ دمه ويرشه على المذبح.
ثم يقرب التيس الثاني، إذ يضع رئيس الأحبار يديه على رأس التيس ويعترف عليه بجميع ذنوب بني إسرائيل ومعاصيهم وخطاياهم، ويضعه على رأس التيس ثم يرسله إلى البرية. في أيام السنة العادية تقدم ذبائح تكفيرية في مناسبات مختلفة عن الخطايا الجماعية أو الفردية، آخذين بعين الاعتبار طبيعة الشخص وطبيعة الخطيئة. إذا خطئ مثلا الكاهن يقدم عجلا، إذا خطئ زعيم القبيلة يذبح تيسا، إذا خطئ أحد من عامة الشعب يقدم عنزا. رابعا، التكفير عن الخطايا في زمن الأنبياء. حصل نقلة نوعية على زمن الأنبياء بالانتقال من الطقوس الدينية الخارجية إلى التوبة الباطنية. الشاعر يقول: إن هذا الشعب يكرمني بشفتي، وأما قلبه فبعيد عني، فباطلا يعبدونني. يونان النبي يقول: مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. كذلك انتقل الأنبياء من التوبة الجماعية إلى التوبة الفردية الشخصية مع تطور فكرة الخطيئة والمسؤولية الفردية. كل إنسان مسؤول عن آثامه. نقرأ في إرميا النبي: في تلك الأيام لا يقال بعد أن الآباء أكلوا الحصرم وأسنان البنين ضرست، فالكل واحد بإثمه يموت، وكل إنسان يأكل الحصرم فإنما تضرس أسنانه. في زمن المزامير، التكفير في مفهوم المزامير: أولا، الاعتراف بالخطيئة كإهانة موجهة لله، لك وحدك أخطأت والشر أمام عينيك صنعت. طلب التطهير من الخطايا: اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، امحو كل مآثم. طلب نعمة تجديد القلب: قلبا نقيا اخلق فيه يا الله. يرفض الله الذبائح القديمة ويطلب ذبيحة القلب، الذبيحة لله الروح المنسفه. القلب المتخشع المتواضع لا يرضه لله. ما قبل المسيح مباشرة: في الفترة التي سبقت مباشرة مجيء السيد المسيح، نقرأ عن رهبان قمران بالقرب من البحر الميت الذين كانوا يلجؤون إلى الصحراء للبحث عن الله بكل قلوبهم، ويطلب من الإنسان الذي كان ينتمي إليهم الابتعاد عن الشر، أن يرتد ويتوم، الالتزام بقداسة السيرة، ومن لا يلتزم بها يفصل عن الجماعة ويحل المعمدان. قد تتلمذ لديهم هو الذي بدأ حياته التبشيرية بدعوة إلى التوبة: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، اثمروا ثمرا يليق بالتوبة. هذا بالنسبة للعهد القديم كيف كانت تتم المصالحة مع الله. نعم. وأما في العهد الجديد نرى بشارة السيد المسيح تخص بالدرجة الأولى الخطأ قبل الأبرار. هو الذي قال: لم آتي لأدعو الأبرار بل الخطأ، ليس لصحاهم بحاجة إلى الطبيب بل المرضى. جاء المسيح ليبحث عما هلك، إن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصهم. دعوة السيد المسيح إذن هي دعوة إلى التوبة، والتوبة تعني التغيير الباطني، تعني تحرير الإنسان من عبودية الخطيئة وتعيده إلى الله وتشركه في حياته الإلهية. بدأ يسوع حياته التبشيرية بالدعوة إلى التوبة والإيمان بالإنجيل. نقرأ في مرقس: حان الوقت واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالبشارة. والقديس لوقا رسول الرحمة يبين لنا بأمثال توبة الخاطئ ورحمة الله. توبة الخاطئ بمثل الابن الشاطر الذي يقول: أخطأت إلى السماء وإليك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. ورحمة الرب في مثل العشار الذي يقف بعيدا ويقرع صدره ولا يجرؤ أن يرفع عينيه إلى السماء، كان يقول: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، فعاد إلى بيته مبرورا. محبة يسوع للخطأ فريدة، يستقبلهم ويأكل معهم، وكان العشارون والخاطئون يدنون منه جميعا ليسمعوه. يدخل بيوت الخطأ مثل زكى العشار، يغفر لهم خطاياهم. المرأة الخاطئة غفر لها كثيرا لأنها أحبت كثيرا. للص التائب: اليوم تكون معه في الفردوس. فرحة بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 صديقا لا يحتاجون إلى توبة. النقطة الثالثة: هل المصالحة عمل رباني أم عمل بشري في قلب الإنسان؟ عندما نتكلم عن المصالحة إنما نعني الشخصين، من جهة الخاطئ يعود إلى الله، ومن جهة ثانية الله يتجه نحو الإنسان ليمنحه الغفران. الخطيئة حطمت العلاقة المتبادلة بين الله والإنسان،
وتمت المصالحة على يد السيد المسيح. فالمصالحة إذن وقبل كل شيء هي نعمة من الله، هو الذي يبحث عن الخروف الضائع، وهي نعمة مجانية. هو الدائن الذي يعفي المديون بالدين دون أن يكون له ما يسدده. هو المسيح الذي خطى الخطوة الأولى. إن الله دل على محبته لنا أن المسيح قد مات من أجلنا إذ كنا خاطئين. قد مات واحد من أجل جميع الناس. والقديس بطرس يقول إنكم لم تعتقوا بالثاني من الفضة أو الذهب من سيرتكم الباطلة، بل بدم كريم، دم الحمل الذي لا عيب فيه ولا دنس، أي دم المسيح. فإذا كانت الخطوة الأولى هي من الله، فالخطوة الثانية الجوابية التي لا تقل أهمية من الأولى هي من الإنسان. الإنسان هو الذي خان العهد. الإنسان هو الذي غير شعوره نحو الله. الإنسان هو الذي ابتعد عن الله. فلا بد إذن من أن يحدث التغيير في قلب الإنسان وليس في قلب الله، لأننا نحن الذين ابتعدنا عن الله وليس هو الذي ابتعد عنا. نحن الذين أصبحنا عدوهم وليس هو الذي أصبح عدونا. أنتم الذين كانوا فيما مضى غرباء وأعداء بالأفكار والأعمال السيئة، فها هو ذا اليوم قد صالحكم. فإذا كانت المصالحة هي عمل الله، هذا لا يلغي حرية الإنسان، إذ يجب أن يعود الإنسان إلى ربه بكامل حريته. يقول القديس أغسطينوس إن الله الذي خلقنا دون استشارتنا لا يمكن أن يخلصنا دون رغبتنا. القديس بولس يحث أهل كورنثوس أن يقبلوا المصالحة مع الله. أسألكم باسم المسيح أن تصالحوا الله. فدعوة القديس بولس قائمة الآن تنادي كل واحد منا في هذا الزمن، أسألكم باسم المسيح أن تصالحوا الله. لعل الجواب على كلمة القديس بولس هذه ما قاله الابن الشاطر: أقوم الآن وأمضي إلى أبي وأقول له يا أبتي إني قد خطيت إلى السماء وإليك. آمين. آمين يا أبونا، يسلم تمك على هالكلام الجميل فعلا، يعني من كل نواحي، وأجبت على السؤال موضوع هل المصالحة مع الله أم عمل إلهي أم عمل بشري. فمنشكرك يا أبونا ومنتمنى لك نهار مبارك يا رب. وإن شاء الله كل واحد يستمع إلى هذه الكلمة لا يكتفي بالمعرفة، ولكن أن يقوم بأن يحيا هذه المصالحة مع الله. آمين. نعم يا أبونا. آمين. فعلا، لأنه إحنا أحوج إليها المصالحة مع الله ومع ذاتنا، يعني بنفس الوقت، خاصة في هذا الزمن اللي بتكثر فيه الخطايا والإنسان يعيش هالفوضى الداخلية بينه وبين نفسه وروحه، وأيضا تضيع الحقيقة وتضيع الهدف من الحياة. ما ننسى كلمة القديس بولس اللي بيقول إذا كثرت الخطية طفحت النعمة، دائما نعمة ربنا أكبر من خطايانا. نعم. آمين يا أبونا. شكرا لك أبونا. الله معكم. الله معك. يعطيك العافية. شكرا. أبونا فرح تكلم عن موضوع الفداء أيضا من العهد القديم، كيف كانت التوبة تتم عن الخطايا بعملية الفداء، ينحروا تيوس وعجول وحملان. من هنا جاءت كلمة حمل، يا حمل الله، أنه السيد المسيح لما يعني تم الفداء ودعية الحمل الذبيح. موضوع الفداء من العهد القديم تدرج من قصة التكوين لا إلى أن جاء السيد المسيح وتم فداؤه الشخصي. فهل هذا أبونا تعتبره أنه هذا تحضير من ربنا لمسيرة الخلاص اللي نهايتها فداء السيد المسيح على الصليب، أنه حتى يورجي للناس أنه فداء السيد المسيح هو الفكرة متدرجة من العهد القديم، أنه أنت بتخطي بدك تفدي، بدك تذبح، بدك تسيل دم، بدك تنحر. فموضوع هذا النحر والذبح، إبراهيم النبي، إسحاق، زي ما تفضل أبونا، التوبة كانوا كل حسب منزلته، يعني بقول لك الكاهن الأكبر يخطئ يكون مثلا عجل كبير،
والأصغر، يعني كل واحد حسب منزلته. دكتورة، يعني مداخلة بسيطة. الفكرة، ولا عفوا، يعني درجوها بهاي الفكرة المنازل. كانت إنه كل ما عظمت درجة الكاهن كلما كانت خطيته أكبر. أكبر طبعا، لأنه يعني محسوب عليه أكبر، وأنت بالضبط. تعلم أنه هذه خطيئة عملتها، بالضبط. فكيف اللي ما بيعرف أنه هاي خطيئة فما بكفي وبعملها تيست. بده عجل فكل كبير. واحد حسب خطيئته فعلا. يعني هو مش التدرج في المقامات، لا، التدرج في معرفتك، لأنه خطيئة الكاهن بالضبط بتكون أكبر من بالضبط خطيئة الإنسان المؤمن الخاطي اللي لا يعلم. يعني مش كله، أنت ككاهن تعرف كل شيء ودارس وعارف، ولما بتخطي خطيئتك بتكون محسوبة أكبر. عليك أكتر فعلا. فعشان هيك التوبة بتكون، وطريقة التوبة بتكون مختلفة، عشان هيك بالضبط. الفداء. فالتدرج في الفداء بطريقة الذبح وسكب الدماء من العهد القديم موجودة. مظبوط. فهيك ربنا كأنه عم بيحضر الإنسان إنه يستوعب فكرة إنه السيد المسيح فدانا نعم. بدمه على الصليب. لأنه في كتير من المؤمنين الآن في العهد، عم نحكي على الزمن الحاضر، على القرن 21، يسألوا هذا السؤال. وما تأخذني بهذا السؤال، لأنه في كتير من شبابنا عم بيسألوا، ما فيش طريقة تانية غير يعني إنه ياخد السيد المسيح هذا العذاب نعم. وينصلب على الصليب، ما في طريقة تانية. كان السيد ربنا محضر هذه الطريقة، ولا كيف طبعا أبونا؟ هلا في ناس كثير زي ما تفضلتي بيسألونا السؤال وبيتهموا الله جزافا، وبيحكوا انه الله تغير، كان قاسي بالعهد القديم واصبح حنون مع نعم يسوع المسيح، نعم مع انه مع يسوع المسيح ايضا كان في هذه الشدة بالألم والعذاب على الصليب. انا بجاوب بمثال بسيط، يعني يسوع دائما كان ياخذ الامثله للناس. باخذ مثال بسيط، الاستاذ اللي بيدرس طلاب الصف الاول ابتدائي معه بكالوريوس الرياضيات وهو نفسه بيعطيهم لطلاب الصف السادس، لما بفوت على طلاب الصف الاول بيعطيهم الدرس مبسط جدا بحيث يفهموا، لما يروح عند الصف السادس بيجي مثلا ناس بيشوفوا من الاساتذه الثانيين بيقولوا ايه هذا مو نفسه الاستاذ اللي هناك، تغير صار هلا هون نضوج افهم. لا، هو ما تغير الاستاذ، الاستاذ نفسه هو، ولكن الشعب هو اللي تغير. بالعهد القديم كان الشعب بسيط، فتعامل معه بهذا زي ما تفضلت حضرتك بتسلسل يفهموا سر الفداء. بلش معهم بالاشياء البسيطه جيل مع جيل جيل مع جيل، ولما تم ملء الزمان بحكي الكتاب المقدس الانجيل لوقا بحكي هكذا، ولما تم ملء الزمان لان الله هكذا احب الله خاصته عشان عمل عمليه هذا الفداء. ما ربنا ما جاب يسوع عشان ينصلب، الصلب هاي قضية مفصلية وهامة جدا، نعم. الصلب أتى نتيجة لعمل الخلاص. ربنا كان سابق علمه، ويسوع المسيح عارف إيش رح يصير، بس هو ما إجا عشان يتعذب وينصلب وينزل دمه، ولكن تيفهمنا وتيقولنا إنه ثمرة القيامة وثمرة المجد العظيم لابد أن يمر بالألم، ولن يحصل أي حد فينا بحياته الزوجية العاطفية العائلية على ثمار ناضجة إلا بمشوار الألم. مستحيل واحدة تتجوز واحد مع أولاده جاهزين وتفوتهم بالجامعة، ممكن تحصل في حالات خاصة، ولكن بدها تتعب بدها تتألم وبدها تمرق مشوار الصليب، ما في تشوف هالثمار، الأحفاد تشوف ثمار شهايد أولادها، تشوف هالمجد وهالقيامة وهالعظمة إلا من خلال هاي. دكتورة، حتمية طبيعة الحياة هي هيك، ما بنقدر نسأل إحنا ليش ربنا اختار هذا الطريق، هو هيك الحياة هي هيك. ليش المرأة ما بتخلف بدون آلام؟ ليش ما الحبل يكون بلاش 9 أشهر؟ ليش مش شهر؟ ما بنقدر نسأل هاي الأسئلة، بتكون بيسموها بعلم الفلسفة سفسطائية، يعني هي سؤال لأجل السؤال والتشكيك لأجل الشك، وليس الشك الديكارتي اللي بشك بالشغلة زي المحقق عشان بشك بكل الموجودين عشان أطلع في إيش في النهاية بالحقيقة. ولكن الأسئلة إنه الله تبدل، الله تجدد، الله صار قاسي، ليش هالدم، ليش هاي الأسئلة كلها سفسطائية، سؤال لأجل السؤال ولأجل إثبات مكانتي في مجلس أنا جالس فيه بدي أبين حالي أني أنا فلسفي ومثقف وهيك، بهاجم وبحطم وبجرح وبأذي الشرائع الدينية والعقائد والمبادئ السامية. الدين هذا مخدر، الدين فيه شعوب،
الدين كذا، ونشوف مين في فلسف او متفلسف فيلسوف بالعهود الماضيه حكى على الدين وهاجمه، بنصير احنا بدنا نقول نجبر ربنا بافكارنا. طب ربنا خالق الكون وحط انظمه وحط نواميس وحط قوانين، نيجي احنا نقول ليش ما بالعقائد والدينية أنت لا تستطيع أن تكشف سر الله، الله يكشف عن سره للذين يسيرون معه بعلاقة شخصية. بشوف الدكتورة باسمة من بعيد بعطي عنها أحكام مسبقة، يا أخي طيب أنت في علاقة بيناتكم، في قرابة، في صداقة، في شغل بيناتكم؟ لا أنا هيك بشوف، ما بطلع لك يا أخي تشوفها هيك، بدك تتعرف عليها، بدك تحكي معها، بدك إيه خوري مش لابس ثوب، هذا ما بينفعش الخوري، طب أنت عمرك صليت معه؟ إيه قعدت معه؟ أنا شفت مرة بحياتي خوري مش كويس، الخوارني مش كويسين، شفت راهبة لابسة عادي مش لابسة لبس الرهبة. يا حبيبي يا قلبي فوت على العمق من جوا لأسرارنا الكنسية، سر الفداء مش درس تاريخ تأخذه وتمشي عنه وتقعد تفند فيه وتشوف المؤرخين شو حكوا، في النهاية كل أسرارنا الكنسية هي عمق داخلي، من مادياتنا تنصعد لروحانياتنا، هذه الأسرار هي الحلقة الوصل للزمن المفقود، هذا المس تايم اللي راح عنا، احنا ما كنا موجودين زي ما تفضلت حضرتك بأحداث الخلاص بأحداث يسوع، اليوم اللي بيقدس بأي بلد من العالم بيحضر هاي كل الأحداث، احنا ما بنعمل ذكرى سوفونير القربان، لا احنا بنعيش الحدث، وهذا فرق كبير. لما اليوم راح يعيد ميلاد ملك او زعيم او رئيس هي سفونير ذكرى لولاده شخص بنحبه، لكن مع يسوع المسيح نحن نعيش ما قد سرق منا بالزمن بسبب هو الزمن الفيزيائي ما بيناتنا نعيشها. الجميع اخطاوا واعوزهم مجد الله، فعمل الفداء للجميع اولا، ولما بنحكي ابانا الذي في السماوات، ابو مين دكتوره؟ أبو مين؟ أبو الناس المؤمنين الأخيار والطيبين، ولا أبو الأشرار كمان؟ أبو الكل. نعم. لما بنحكي أبانا الذي في السماوات أبو الكل، فإذا الجميع أعوزهم مجد ربنا، زي ما تفضلت أنت في حرية شخصية، أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، فتحنا كان به، إذا ما أنا ما فتحت في حرية أبناء الله. أبونا بالنسبة لموضوع، نرجع لموضوع الفداء، وأبونا فرح ذكر أنه منذ آدم وحواء وخطيئتهم وانقطاع هذه الوصل بين الله وبين الإنسان، لكن من لم يتركهم ووعدهم في الخلاص، لكن ظلت المصالحة بين الله وبين الإنسان البشري اللي خلقه، فكانت أحوج أنه تكون الذبيحة كبيرة لأن الخطية كانت كبيرة جدا. بالضبط. فلازم تكون عملية الفداء إشي يوازي ألوهية الله، فبده يكون انه كمان الله يعني يفدي الانسان. بقول لك انه انسان ما بفدي انسان، ما بفدي انسان، لانك هو الانسان خاطئ، فانسان خاطئ يفدي انسان خاطئ ما بزبط، لازم يكون في انسان شبيه بالله من دون خطيئه تيفدي الانسان الخاطئ. مثل عمليه الفداء لما بقولوا انه الحمل اللي عم بفدوه لازم يكون خالي من اي عيب، حمل صحيح خال من اي عيب، لانه يعني مش اعور واعرج واقول لك يلا خلنا اخلص منه بذبحه فدوه، لا لازم يكون صحيح خالي من اي عيب. يعني بيمثل بهذا الكلام الموجود في العهد القديم عملية انه يسوع المسيح انسان واله خال من اي عيب عشان يفدي البشر اللي هن خاطئين واللي هن مليانين عيوب. بالضبط. فكانت هذه الفكرة يعني صعب البشرية تستوعبها بسرعة، لازم يجيها على تدرج. فلاحظنا من تدرج وقراءتنا الكتاب المقدس انه ربنا كان يحضر البشرية لعملية الفداء، كان يعطي إشارات انه كيف سوف يتم الفداء وكيف مخططه، كان يعطي إشارات للمخطط اللي بالزبط. هو حاطه للفداء، لأنه جزء منه اللي هو يسوع المسيح روح منه من روح الله تجسد من مريم العذراء وتأنس وصار إنسانا وعاش بيننا عشان يعرفنا على الآب السماوي، هو الإله المحب الحنون، مش اللي عرفوه بالعهد القديم اللي مثل ما تفضلت إنه كان القاسي اللي دايما بيحكي إنه كان يعاقب وكان يحاسب
وكان وإجا السيد المسيح وعرفنا بإله المحب الحنون. دكتورة، أولادنا إمتى بنعاقبهم وإمتى بنكون قاسيين معهم؟ هم صغار بس ينضجوا ويكبروا بنبطل نقدر، مش لأنه إحنا تغيرنا، لأنه الليفل تاع تربيتهم طريقة اختلفت. هيك ربنا فعلا كان في بالعهد القديم كان مؤدب، نعم، ولكنه بالعهد الجديد كان تقول يحرق بمدن، حرق سدوم وعمورة، حرقها عن بكرة أبيها نوح، طوفان غرقهم. يعني اللي بقول لك إنه قسوة ربنا عشان يعاقب البشرية، تربية هي وليس نعم. قسوة تربية نعم. وليس قسوة. بالزمانات مرق علي واحدة من ستات الرعية، إجا ابنها لاف، بقول له شو حارك حاله على الصفا؟ بتقول لا، هو كل ساعة بدي يقرب عليها، فأنا قربت إيده عليها، خليته يحس إنها حامية مشان بحياته ما يعني قاسي شوي. ولكن مستحيل الولد، لأنه لو هو حط إيده ممكن يحطها أكثر، بس هي عارفة كيف. فربنا لما بيعاقب ولما بيأدب ولما بيربي يعني بكون عارف قديش الليفل اللي بتحمله الإنسان، مش راح يحطنا بجهنم. يعني دائما بيعطينا العزاء قبل المصيبة، فدائما معروف عنه الرحمة. فعملية الفداء كان ربنا عم بيخطط لها من العهد القديم، صح. والتسلسل الكتاب المقدس بفرجينا هذا الشيء، صحيح. كيف انه يتم الفداء. يعني انا بمثلها ابونا حاليا، يعني عشان ننقلها للناس كمان بفكرة شوي اوضح ومن واقعنا. انت لما بتقول لك انه مثلا هذا ابنك مريض عنده كلية، بحاجة لكلية، وانت عندك كليتين، وعند الفحص نتج انه انسجتك تلائم انسجة هذا الولد، ما بتعطي كليتك؟ اكيد بعطي، حتى يعني لو بده يأثر عليك ما بتعطي الكلية؟ طبعا اكيد بتعطي كليتك، اكيد. يعني لانك ما بتبخليش، لانه ابنك طبعا. يعني لما بقول لك ابني هذا جزء من روحي بعطيه. بدنا ان نرفع الليفل من التضحية والفداء، قديش الإنسان بضحي. هلا عم نحكي على تضحية الإنسان كيف مقارنة بربنا. هلا ابنك خلق بقلب ضعيف، وقالوا ما في مجال يعيش هذا الولد الابن إلا بقلب جديد، وإنت قلبك يصلح. هلا أنت في قدام صعب، والسؤال بيكون كتير كتير، يعني بيكون جدا قوي. يعني بقول لك اوكي خلص اتركه يموت، لانه ولا بتعطيه قلبك حتى يعيش، واحد وانت راح تموت. فانت عند هذا الخيار، هل بتقوم فيه ولا لا؟ يعني صعب الجواب، لانه بالعقيدة المسيحية انا ككاهن بدي اجاوب. اذا كأب ما بتردد بحكي طبعا بوافق، بس ككاهن بدي يكون في لها ابعاد. إن نعم انا بعرف هلا بالنهاية، لكن انت عم نحكي انه السيد المسيح ضحى، ربنا ضحى في نفسه السيد المسيح عشان يفدي البشرية. يعني هو مات عشان نحن نحيا، يعني ألبسنا هذا البر وحمل عنا خطايانا. الخطية موجودة، ما لغاها ولا اعتبرها انه هي لم تكن موجودة، لانه احنا لكل افعالنا إذا بدنا نيجي على العلم الحديث، نحن طاقة وموجات مغناطيسية كهرومغناطيسية موجودة بالفضاء، وما زالت يعني موجودة، يعني من وقت آدم وحواء وخطيئتهم هاي كل الأفعال اللي كانت موجودة ولا زالت. فهو حمل عنا هذا الخطيئة، لم يلغيها تماما، يعني ما لغاها، هو حملها عنا وخلصنا وصرنا إحنا وعطانا البر. يعني بدل خطيئة آدم وحواء أخذها عنه، ونحن أخذنا منه هذا البر وهذه القداسة. فما هذه القصة، قصة الحب الكبير من ربنا. يعني الإنسان بقول لك بضحي بكليته، بضحي لأولاده، فما حال أنه لأب السماوي ربنا؟ يعني أكيد أكرم من هالإنسان البشري اللي هو خالقه. فلما حكى لنا أنه ألبسنا البر وأعطانا من بره وحمل عنا خطيئة، فصار هو الإنسان الخاطئ اللي علق على الصليب، أخذ حمل كل خطايا العالم ومات على الصليب. لأنه هو بحكي لك بقول لك ما في توبة من دون موت، هيك كان مذكور بالكتاب المقدس. نعم. فكان ضروري الموت. نعم دكتور، الفكرة اللغوية خلينا نحكي. نعم. كلمة فداء تعني أنه هذا اللي بيقدم حاله هو أصلا ما عليه ذنب، نعم،
فهو كلمة فداء حمل فدية، يقول لك خطفوا قراصنة، خطفوا سامين، بطلبوا فدية بدال. نعم. مقال. نعم. بدل بدل نعم. نعم. فيسوع حملها، هو ما له علاقة في الخطية طبعا، لأنه زي ما حكينا بده يكون هو إنسان بار، يعني قريب من يزبط. الله تيزبط، مش إنسان خاطئ زي الحمل الصحيح الخالي من أي عيب. بالزبط. فكان هو السيد المسيح الحمل الصحيح الخالي من أي عيب عشان يفدي، وبدل. نعم. بدل خطيئتنا في بره. بالضبط. لما الإنسان بده يفدي، ممكن أن يفدي ابنه، ممكن يفدي اثنين ثلاثة في بيته، الأسرة، ولكن أن يفدي البشرية كلها يجب أن يكون من 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 مصدر إلهي محض خالص، يعني إلهي، يكون إلهي بمعنى إله حتى يصالحهم. وكأنها الطاقة القصوى، القوة الخالقة العظمى. وبدها بدها تنير الكرة الأرضية، الجزء المظلم في هذه الكرة الأرضية. هذه الطاقة القصوى ممكن احنا نحكي عنها البطارية، ونحكي هنا زر اللوكس، اللمبة. هلا ايش هو الجزء اللي ممكن هنا في اقطاب البطارية؟ فما بزبط انها هاي تحط اللمبة تحطيها على البطارية، ما بتضوي. بحاجة هذا الجسر العابر، السلك الواصل ما بينهم، اللي هو إله وإنسان، يزبط هون بزبط هون تيقدر يمشيهم على هذا، ويوصلوا يسوع المسيح. ولكن يبقى إلى يومنا هذا شرط القبول من الإنسان. هل نعم. تقبل يا إنسان أني أحمل عنك خطاياك؟ هل تعترف بذنوبك؟ هل تقبل المناولة، السر الإفخارستية، أن تشارك وأن تحضر وأن تكون حي وحاضر معه؟ أنا ما بدي، أنا بس أبوي أمي جوزوك بكنيسة لأنهم مسيحية، وتسجلت بالهوية المسيحية، وأنا هذا كل اللي بتحكوه ما بعنيني. فيسوع بحترم حرية الإنسان اللي هو ما بيقبل بكل الحلقة اللي حكيناها كلياته، بحط عجمة، بقول لك أنا زلمة عملي، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، هذا كلياته فداء، أنا لا بفدي حدا ولا بدي حدا يكون فداني. هاي حرية ابن الله. لذلك بنقول إنه طب ما يسوع حمل خطايانا، ليش بعد في خطية؟ لأنه بعد في أشرار، بعد في ناس ما قبلت التوبة. لو كل الناس تقبل التوبة بنصير بالمدينة الفاضلة، بتكون هي أورشليم السماوية، بنبداها من هنا وأجمل ما يكون. عشان هيك حكينا بسؤالنا إنه المصالحة تتم، هل هذا عمل بشري إنك نضلك بعد الفداء؟ إن المصالحة هي جزئين. وعلاقتك بين الله وبينك أنت هذا بيعتمد عليه. جزئين هي. نعم. من جزء من الإلهية وجزء الموافقة الإنسانية. نعم. حدا بيعطيني هدية من الدكتورة باسم، أعطتني هالقلم، هذا هدية، أنا مو دافع حقه، مجاني أعطتني إياه. نعم. بس أنا حر أستخدمه لأزته بالخزانة. نعم. ما أستخدمه. يعني في أي بتقول لك فأصبحنا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح أعطانا بره كرداء يسترنا به، فنظهر أمام الله مستورين ببره هو بر المسيح. عشان هيك عم نحكي انه عملية الفداء واصبحنا في نقاء، لانه احنا تعرينا امام الله لما عملنا الخطيئة ادم وحواء. فهو زي ما تحكي هي زي ما بقولوا الصورة تعبيرية. نعم. انه كأنه لبسنا الرداء، رداء السيد المسيح، اعطانا رداءه واخذ رداءنا اللي هو رداء العريل. بالضبط. انتم بالمسيح اعتمدت، المسيح قد لبستم فعلا رداء. فكان لابد من هذا الفداء ومن هذا عملية الصلب وموت الحمل ورفعه، رفع إلى الصليب عشان يمحو خطايانا. نجي بعد هذا الفداء، عملية الفداء، وتمت قيامة السيد المسيح، وإجا دورنا كبشر بعدما فهمنا قصة الحب العجيب، هذا قصة الحب الكبير، حب ربنا، وفهمنا كيف فدانا وتفتحت عيون التلاميذ لأنه ما فهموا. يعني بالرغم من اللي حصل كمان التلاميذ لم تفهم بوقتها هذا السر الكبير، ما فهموا غير لما تم حلول الروح القدس على التلاميذ وفهموا أنه هذه قصة الفداء والخلاص اللي رسمها ربنا من العهد القديم عبر الأنبياء اللي جاءوا وكانوا يبشروا، وفتحت أعينهم على اللي صار القديم، وربنا كان يعطيهم إشارات كيف سوف تتم عملية الفداء، وذكر أيضا أنه يجب عليه أن ابن الإنسان أن يرفع على الصليب عشان كل البشرية تكون في بر السيد المسيح. صحيح. هلا جاء دورنا نحن كمؤمنين،
بهذا الفداء، عملية الفداء وهذا السر الكبير، شو علينا أن نعمل؟ نعم، الله عمل اللي عليه، نعم. الله بادر، يبقى قبول الإنسان. وبكل الأسرار اللي بتعطينا بتمنحنا إياهم الكنيسة هي تشترط القبول. حتى الطفل لما بنعمده، ليش بنحتاج للعرابين الأشابين؟ عشان يجاوبوا عنه الأسئلة، هل تكفر بالشيطان؟ هل تؤمن بالمسيح؟ هات إيمانك، اعلن إيمانك، احكي قانون النقاوي الإيماني اللي الكنيسة بتآمن فيه اليوم. فدائما مطلوب من الإنسان الجواب في عمله بحياته، لأنه أساس فعل الفداء هو فعل المحبة الخالصة. فكيف أستطيع اليوم أنا أعيش الفداء في رعيتي، في أسرتي، في بيتي، في مجتمعي، بحيث أنا أقدم الناس على نفسي، وأكون أنا متصالح مع ذاتي لدرجة أني أفكر بالآخر قبل ما أفكر في مصالحي الشخصية. الفداء يتطلب هذا البذل، نعم. للذات، وهو يعني يختلف الفداء في مفهومه وعمقه عن مفاهيم ثانية سلبية، زي اللي بيقول أنا جهادي بدي أفجر حالي مشان أنا أفدي الجماعة، بيكون هيك شوه معنى الفداء. نعم. لأنه هنا بطل فداء بشري، لما يكون فداء إلهي بشري بيكون بيتم، بس إذا الإنسان بده يكون فيه بهذه العملية بيكون طبعا أذى المفهوم الحقيقي والتصور. أبونا، في جاية أسئلة، يعني إحنا كنا بنتمنى أنه المستمعين يتصلوا فينا على التليفونات، لكن بعتوا أسئلتهم مكتوبة. مكتوبة. طبعا السؤال مطروح: فلسفي لاهوتي إيماني في عمق الجوهر المسيحي. فعلا لما إحنا طرحنا قلت لك كتير لاهوتي الفلسفي. المصالحة في ست فيلومين نصار: مصالحة بين الله والبشر ابتدأت من الله الذي أسلم ذاته طواعية للصلب فداء عن البشرية كلها، ليعلمنا أن نغفر للآخرين خطاياهم. تصالح مع الإنسان الذي صلبه حين قال على الصليب: يا رب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. المشكلة الإنسان لم ينصهر في فكر الإنجيل، ولم يستطع أن يعيش هذه النعمة لأنها من أصعب الأمور. فعلا يا ست دكتورة فيلمان، فعلا هذا الإشي اللي إحنا عم نحكيه، أنه ما قدر يعي هذه النعمة الكبيرة من خلال فكر الإنجيل ويطبقه في حياته. عشان هيك الإنسان بعده بفكره ضايع، والأسئلة اللي دايما بتكون جدلية، دايما بطرح السؤال للسؤال، نعم. يعني من سؤال لسؤال زي ما أنت تفضلت. شكرا يا أخت فيلومن على شرحك وعلى الكلام العميق اللي تفضلتي فيه. نحن على فكرة رح نستعجل شوي، لأنه رح نفصل الآن كمان شوي بيننا وبين بيروت على البث المباشر. بس بحب أنا أوجه تحية لكل الأشخاص اللي تابعونا وطرحوا أسئلتهم. هكذا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. نعم، وفي إبراهيم حمام: للأسف أبونا، هناك ناس كتير بتتكلم عن الكهنة والرهبات والرهبان بغير معرفة ولا عمق ديني. فعلا للأسف. وكل الأشخاص اللي تابعونا هلأ على المباشر وعم بيرسلوا أسئلتهم، هلأ بنطلع عليها. وهناك ناس أيضا من كثير من أجل مصالحهم الخاصة وليس من أجل الإيمان. نحن بنشكر كل الأشخاص اللي تابعونا، وأيضا على البث اليوم على التلفزيون نورسات. رح نسلم بيروت البرنامج، رحنا نكمل معاكم على صفحتنا على فيسبوك بموضوع الفداء والمصالحة بين الله والبشر، ونتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذه الحلقة من معرفة وفهم، وايضا باستقبال كل اسئلتكم لحلقاتنا القادمة. اذا في اي سؤال بتحبوا توجهوا بتكتبوا لنا اياه، واحنا ان شاء الله منجيب عنه احنا وابونا جورج شرايحة، او منوجه كمان الاسئلة للاهوتيين باللاهوت. فمنحييكم في هذا الصباح من عمان ببرنامجكم الأسبوعي صباحكم نور، ومنقولكم صباح الخير، صباحكم نور دائما يا رب، أنتم وكل متابعينا. فأبونا أنا وأبونا جورج منحييكم ومنشكر متابعتكم، وإلى اللقاء بيروت. ومنطلع فاصل عمان ومنرجع معكم تكملة نهارنا وبرنامجنا. كملين معكم.
عدنا إليكم أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان. طبعا نحن فصلنا عن بيروت التلفزيون الآن وانضمينا لكم على صفحتنا الفيسبوك، وبحب أذكر مرة تانية برقم التليفون 06-5833-773. حابين نشجعكم على أنكم تقوموا في الاتصالات وتطرحوا أسئلتكم أو تناقشونا بأفكار أنتم كمان عندكم إياها من خلال معرفتكم، من خلال ثقافتكم، من خلال خبرتكم وحياتكم مع الإيمانية مع السيد المسيح. فنرجع أبونا بموضوع المصالحة، لما تمت عملية الفداء وربنا خلصنا من الخطيئة وقام السيد المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث ومجد القيامة وحررنا من قيود الخطيئة العهد القديم آدم وحواء وفتح الصفحة البيضاء بيننا وبين الله وصرنا نشوف الله مع أنه كان الله بيناتنا يعني عاد لثلاث سنين، الرسل عرفوه بس هو 33 سنة يعني الناس بتعرفه، بس عرفوه كأنه هذا هو بتعليمه أنه الله هلأ 3 سنين. بالرغم من هذا برضه محتاجين لعزاء اللي هو قالنا ببعث لكم كمان الروح القدس يخلينا نستوعب الفكرة، فكرة الفداء، لأنه لحد الآن زي ما عادنا كنا نحكي بخلف المايك أنه لحد الآن في من شبابنا مش مستوعبين قصة الفداء، كيف أنه يعني ربنا ملقاش طريقة تانية يحررنا أو قادر على كل إشي، أنه هذه القصة الفداء والصلب والتعذيب، خاصة لما حضرنا فيلم المسيح وشفنا وصوروا لنا عملية الجلد، طبعا جابوا كل المشاهد لأنه هكذا بالعهد القديم آنذاك كان يتم التعذيب بهاي الوحشية وهاي القسوة، فيقولوا يعني ما نقدرش بعض المشاهد نشيح وجهنا عن المشاهد، ممكن ان بالغوا بالتمثيل لكن احنا بنقول كان من جيبسون بدع بالفيلم، بس طلعنا من الفيلم يقول ربنا يعني معقولة لهالدرجة؟ طبعا التعذيب صار من البشر طبعا مش من الله، ربنا ما حط لهم بقول لهم اول إشي بتجلدوا 40 جلدة طبعا وبعدين بتصلبوه بالطريقة هاي بتحبسوه هذا البشر، هي خطايا البشرية ويعني بشاعة البشر بخطيتهم خلاهم اساليب التعذيب اللي تمت يعني بهالطريقة الوحشية بينت على وحشية الإنسان الداخلي بخطيته، يعني مع أنه كان في أبرار آنذاك أيضا وبتبعوا العهد القديم وكانوا ماشيين حسب كلام الله مثل حنا النبي وغير الأنبياء يعني وسمعان الشيخ اللي كانوا دائما عند الهيكل وينتظروا خلاص البشرية أن يشوفوا عينه مجد الله بيسوع المسيح، لكن هذه الوحشية نتيجة أعمال البشر، فتمت طبعا طريقة الصلب هي كانت متبعة عادة وإن كانت توصم الشخص اللي بنصلب وصمة عار عليه، وصار هلأ إحنا عشان هيك السيد المسيح الرسول قال إنه ما افتخاري إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، وعم نحط الصليب اللي هي العلامة اللي كانت بالزمانات علامة عار والآن صارت فخر وانتصار لأنه انتصرنا على الخطيئة والموت. نعم. يعني دكتور الله لما خلق الإنسان كان فيه الملائكة. نعم. وأيضا كان فيه الملاك الساقط. نعم. إبليس لأنه نعم. رفض بكبرياءه أنه يسجد لآدم. بنشوف هالمفارقة قديش الإنسان خلقه الله وشهد أو رأى الله في ذلك حسنا جدا. نعم. جدا بالعبراني بالإضافة النص يعني هي الماكسيموم، يعني لما الله خلق الإنسان على أحسن صورة خلق. نعم. الإنسان الإنسان كلما عاش النعمة وكلما سمح للروح القدس أن يدخل في حياته كل ما كان عنده الريسيفر إذا جاز التعبير تيستقبل فيه بأعماقه عمل ربنا الخلاصي بحياته كلما تاق للعمل الجمال التمتع بخيرات الطبيعة بدون إذاء بدون تشويه، وكلما الإنسان أرخى أذانه لكلام الأفعى
لكلام إبليس كلما تفنن في أنواع القبح الشر، كلما تفنن في تعذيب كل من حوله، لأنه لم يسمح إلى الله في 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 داخله أن 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 يعمل أن يعمل لأجل خلاصه. بحكي سيدنا ويليام يوم القداس الأحد الماضي بالعظة، بحكي إنه خطيئة الإنسان أن إنه يعتقد إنه الشيطان يحبه أكثر من الله. بحاول الشيطان يوسوس في عقول البشر إنه هو اللي بيعطيك الحياة السهلة، هو اللي بيعطيك الحياة اللي بدون تعقيدات بدون قوانين منع. إبليس ما بيمنعك من إشي، ما بيحرمك من إشي، ربنا بيحرمك وبيمنعك وبيقول لك لا ولا لا لا لا. الوصايا العشرة إلا لا اللي فيها لا تزني لا تقلا. هناك مخلي أنا بخليك، الشيطان بيحكي للإنسان أنا بخليك على راحتك، تعال تمتع، تعال عيش الحياة بملئها بكيفيتها. والإنسان اللي ما بيسمع صوت الله بحياته، اللي بيسمح للتشويش الخارجي بحياته إنه 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 يحجب صوت الله في داخله. قبل شوي حضرتك ذكرتينا بالآية بتحكي أنا لا أريد أن أجعلكم يتامى، أبعث لكم الروح الحق المعز الصالح، اللي هو إيش؟ هو هذا الفلاش بيعطيك الفوكس، بتركزي بحياتك نحو الإشي السامي، ويبعدك عن الفانيات، عن الرذائل، عن الأشياء اللي هي بي بي بحياتنا بوهمنا إبليس إنه فيها متعة، وفعلا هي متعتها آنية، فعلا فيها متعة ولكنها آنية لدقائق لساعات، بروح مفعولها بعدين، ويبقى العمق. يعني زي اللي بضل أحكي أنا الأمثلة شوية كم مرات بتضحك أو بسيطة، ولكن هي مشان يستوعب الإنسان. يعني زي الموبايل أو أي أداة كهربائية تنشحن، في شاحن سريع وفي شاحن بطيء، الشاحن البطيء بيعطيك وقت أطول، الشاحن السريع بيبين عندك إنه فللت، بس هي عمليا بالساعات اللي بيعطيك إياها من الإنتاج بتكون أقل. يعني كيف الإنسان اليوم في عالم السرعة، في عالم اللي كبس الزر بصير كل شيء حواليك، اليوم صاروخ بيقطف مدينة، بيسويها مدينة كاملة فيها 10 ملايين بني آدم بكبسة صاروخ واحد وهو قاعد في مكتبه، بنهي أشياء كثيرة. بعالم السرعات قديش أنا فيه اليوم أستطيع أنه أنا أخذ الأشياء البطيئة، أخذ الأشياء اللي فيها ألم فيها وجع، تأوصل لهذاك الجبل بدي هالنزلة وهالطلعة. في ناس ما بتحمل، بده تلفريك بدقيقة يوصلوا بعالم السرعة، وهنا بكون إبليس أسرع لأنه دائما نتائجه سريعة، على طول بيعطيك النتائج، بينما العمل مع الله هو مشروع خلاصي تاريخي في هستوري. ليش أنت بتمشي هيك ثقة لعند رجلين الصليب ظلت مريم ويوحنا؟ لأنه في ثقة في هالهستوري التاريخ، هذا السي في المعروف من أعمال مع يسوع، أقام ميت قدامهم فعارفين أنه حتى لو مات على الصليب رح يقوم، وحكى لهم هو حكى، وحتى اليهود حكى لهم اهدموا الهيكل وانا اقيمه في 3 ايام. قالوا بنا سليمان وبنوا لهم مئات السنين، جاي انت بدك تبني وتهده كمان 3 ايام، تبني ب3 ايام هديته فهمنا، بس كمان تبني. هو كان يقصد وكان يعمل يحكي بمعاني يعني ضمنيه، لكن ما كانوا يفهموا لانه الروح القدس لسه ما يمكن بفهموا ما بدهم، يمكن بفهموا ما بدهم، الروح القدس لم ينتحل عليهم وما لسه عمليه الفداء لم تتم، يعني عشان هيك لم يفهموا احيانا كبار السن كلام الله. نعم احيانا كبار السن بخف عندهم السمع، بس الشخص الكبير بالبيت البكر عندهم او هذا يحكي بيعرفوه بيميزوا صوته بده. طب ما انت على اساس بالنادي وانا مش سامع، بتسمع اللي بدك اياه وما بتسمع اللي بدك. زي هيك بصير صار فيهم الفريسيين هم، او حكى يسوع بيشوفوا ولا يروا، يسمعون ولا يسمعون. يعني كثير مرات الاشي ما بيعجبنا بالحياه بنطنش وبنعمل حالنا مو سامعين، او بالزحام بالعالم بتشوفي اشخاص مش طايقه تشوفيهم، بتلف وجهك بتروحي عنهم، او اذا هذول الاشخاص اللي رفضوا السيد المسيح لانه ما كانش حسب مقياسهم. يعني لما كانوا يسمع انه هذا هو المخلص الاتي اللي وعد في اسرائيل تيخلصهم، قال لك لا احنا ما بدنا هيك واحد، صار يشرطوا على ربنا بدهم اياه بمواصفات معينة، عشان هيك ما قبلوا المسيح ولا بكلامه، مع انه كانوا يشوفوه يقيم الموتى، يشفي المرضى، العميان صاروا يشوفوا، البرص يشفوا، في اشياء معجزات تسمى معجزات في هداك العصر، يقول لك حتى الموتى بقيمهم والشياطين ترضخ له. كل هذا اللي صار قدامهم لم يقبلوا، كانت عن جهيتهم هذول اليهود من زمان من يوم يومهم عن جهيتهم. ف
لم يقبلوا مين قبله؟ قبلوا البسيطين، المرضى، الخطأ، المحزونين، المتألمين، يعني هن اللي قبلوه، قبلوه وتخلصوا من هذا الألم وشافوا مجد ربنا، هم اللي كسبوها وهن اللي كسبوها. وعشان هيك احنا الأيامات هاي عم نطلب انه الإنسان احنا ما بدنا اياك تكون، يعني الإنسان اللي بيقبل السيد المسيح هو إنسان دايما يكون ممسوح بدون خطية، يعني ممسوح على الأرض واصل. لا، ربنا كمان بده إنسان قوي قادر إنه يدافع عنه، لأنه الإنسان اللي بيقدر يدافع عن الثاني بده يكون إنسان قوي بكلمته، بفكره، بعقله، بإيمانه. يعني إحنا مش طالبين إنه مزبوط بالزمانات كانوا اللي يلحقوه للسيد المسيح المرضى والخطأ المذلولين، لأنه كان بهذاك الزمن بالعهد اليهودي مع اليهود كانوا هدول الأشخاص ما كان لهم مكانة بهيك مجتمع، فدايما كانوا منبوذين محطوطين على جنب. إجا ربنا وحطهم بالصفوف الأولى، يعني أعطاهم القيمة، قال لك أنت بدك تمشي معي بتكون بالصف الأول قدام ربنا، بس أنت بدكش تمشي معي وأنت أورد بالصف الأول حاطط حالك، أنت بالآخر بتصفي. فكان هذا الشيء اللي ربنا دايما ينصرهم للضعفاء. نعم، ما جئت للأصحاء، الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب، بل أتيت إلى المرضى، بحكي يسوع. والأشخاص زي ما تفضلتي اللي نبذهم المجتمع هم أكثر أشخاص كانوا بفكر يسوع وباعتقاد يفهموه وهم اللي بحاجته. يعني يسوع بيقول أنا جيت لهدول، ما جيت للعنجهيين اللي لابسين أحلى لبس وقاعدين في محلات وبس بتفلسفوا وبيعطوا تعليماتهم وما بطرف إصبعهم ما برفعوهم. بالمقابل هناك أشخاص كانوا وجهاء، نيقوديموس، يوسف نعم. الرامي، بولس، شاول كان يعني دكتور بيدرس نعم. بالتلمون ومعه جنسية رومانية نعم. القديس بولس، كذلك زكا العشار كان من أغنياء المجتمع، والمريمات كانوا اللي كانوا يصرفوا على التلاميذ كانوا برضو بالزبط. غنيات يعني الفكرة أنه ما بلش بهدول المتروكين المنبذون، ما تركهم وحملهم وحطهم بمستوى هدولاك الناس اللي قبلوا بيسوع، وعلى مستوى من الثقافة والعلم والمال والجاه والمستوى، ولكن فتح العلية وجلسوا كلياتهم حوله. من هون أم فلان بلشت تتدخل، بالله حطهم على جنبك، على يمينك واحد وعلى شمالك واحد، أبناء زبدة هدول هم الأساس، أول تلاميذك يا رب ادعمهم زبطهم، بدنا يكونوا بالديوان عندك بالمنازل الأباك الكثيرة، هذا حطه. بفكروا المنازل هي يعني أرضية، بفهمهم البسيط للبشر. إذن يسوع ما ترك هدول ولا ترك هدول، وما ميز بين غني وفقير إنه هذا لأنه غني، ولكن أنت ترك، هاي الفكرة كانت الترك والتخلي لأجل، يعني أعجب يسوع بالزكاة. المفهوم القديم، عشان هيك قلنا إحنا السيد المسيح جاء يغير الفكر اللي كان متبع آنذاك، الفكر المسيحي يعني اللي جاء بعد الفكر اليهودي، بس ما لغى، موجود هو لكن حسنه، رفعه، يعني أعطاه منزلة وقيمة أكتر. بس ما كان الفكر اليهودي هن قد ما هن مسكين فيه، بدهم مش يغيروه، عشان هيك نبذوه للسيد المسيح وما قبلوا. فقبلوا مين اللي بالفكر السيد المسيح؟ قبلوا الأشخاص اللي منقول البسطة. لكن بعد هذا الشيء أبونا، وجاء السيد المسيح وارتفع السيد المسيح وانتصر على الموت بالقيامة وبمجد ربنا، نعم. دور الإنسان هنا يبدأ، انتهى دور زي ما أقول أوكي عمل يسوع المسيح ما الكتاب ما بينتهي، لكن دور الإنسان أعطاه الإنسان قيمة كبيرة إنه يحدد مصيره. نعم. يعني هلأ أول كان مصيرة الخلاص ربنا محدد له إياها للسيد المسيح، للبشرية عفوا، حتى ينالوا الخلاص، هو الحدد الممشى اللي يمشي فيه، تمشي فيه البشرية حتى تنال الخلاص. لكن بعد السيد المسيح أعطى الإنسان
نعم، كامل يعني الحرية. كامل الحرية في أن يكمل نعم رسالة المسيح نعم على الأرض. نعم دكتورة، في نقطة حساسة، في نقطة حساسة وجوهرية في نفس الوقت، اللي هي إنه قصد يسوع يخزي الحكماء والعلماء بالبسطاء، ومن هون بالكنيسة البيزنطية أرثوذكس وروم كاثوليك وهذا بالعنصرة بيحكي جعل الصيادين البسطاء جزيلي الحكمة. يعني هلا لما انت تجيبي واحد تعبان مهمش ضعيف وشوي شوي يشوفوا الناس انه صار فنان مشهور صار لا. كذا، مجهودك اكبر لانه انت بلشتي فيه من الصفر، بينما لما تجيبي واحد اصلا دارس تمثيل ومعه شغله وما بيطلع حافظهم هالشغله ما لك دور عليه ما لك فضل عليه. ولكن لما بتجيبي الاضعاف، بتجيبي الناس اللي مش معروفين، بتجيبي الناس اللي بعدهم ما لهم، بتعلميهم بتساعديهم بترفعيهم، لما يصيروا بمستوى بيضلوا متذكرين هالسبورت اللي تقدم لهم. عشان هيك يسوع يعني لو اختار من البداية العلماء والتعيين الناموس والدكاترة والمثقفين والهيك، كان يعني اوريدي هذول معروفين بمجتمعهم هيك. اما هو نفسه يسوع خرج وتربى ونشأ وترعرع في هذه البيئة البسيطة. اوليس هذا ابن النجار؟ من اين له كل هذه الحكمة؟ لا مصاري، لا جاه، لا علم، من عائلة بسيطة، ولد مع قطع الحيوانات ببيت الغارة نعم بين الرعيات، إذن هو ابن هذه البيئة بالضبط. نعم، عشان هيك ما قبلوه، كانوا بدهم شخص آخر. الآن أبونا السؤال بدنا نوجهه للمشاهدين بعد الحديث اللاهوتي العميق في موضوع الفداء والمصالحة. الإنسان بداية لكي يتصالح مع الله عليه أن يتصالح مع نفسه، لأنه من دون المصالحة الداخلية الباطنية اللي حكى عنها أبونا فرح حجازين لما قال عن التوبة الذاتية أو المصالحة مع النفس الذاتية، إذا ما كانت من قلبنا التوبة الذاتية والمصالحة مع نفسي، بقدرش أعمل علاقة ومصالحة مع ربنا. فأين يضعنا هذا الكلام؟ وأين نفسنا نحن؟ أين نحن الإنسان يعني المسيحي؟ أين نحن من هذا الكلام؟ هل أنت متصالح مع ذاتك؟ هل أنت راضي عن ذاتك؟ هل أنت خالي من الخطيئة؟ أم هل هناك ما يشوه هذه النفس البشرية؟ ومحمولة بهالخطايا اللي بنعتبرها مثل ثقل على أكتافنا حاملينها وماشيين فيها، فعليك أنها تزيح هذا الرداء وهاي الخطايا اللي متقلي أكتافك وعم تمشي وانت منحني الرأس ومطقطق، ومنحني بقول لك ظهره، حاني ظهره من حمل هالخطيئة المتراكمة. فربنا أعطاك طريقة وقال لك صالح ذاتك بالتوبة وارجع لي وأنا بغفر لك وبعطيك أزيد يعني زيادة عن ما بتطلب كمان. فلماذا لا نتجه إله؟ يعني كل إنسان بيحب أنه يريح حاله ويعيش النعمة، فعلينا في هذا الزمن التحضير للفصح بالزمن الأربعيني والصوم أنه مش بس نصوم عن الأكل والشرب، برضو كمان نتطلع لداخلنا ونشوف أين نجد نفسنا وعلاقتنا بيننا وبين الله. فهنا دورك في المصالحة، لما نقول ربنا عمل واجبه وتمت عملية الفداء، فعليك أن أنت تبني العلاقة بينك وبين الله بالمصالحة المستمرة من خلال التوبة المستمرة، لأنه ربنا عنده مغفرة مستمرة بكل خطية أنت بتخطيها. فهون أبونا النعمة اللي أعطانا إياها ربنا، أنه تخيل بسر التوبة أنه كل ما بخطي ربنا بيغفر لي، كل ما بخطي ربنا بيغفر لي. فكانت خطية آدم وحواء خطيئة واحدة، شوف قديش استمرت البشرية حاملة ثقل هالخطيئة إلى أن تمت عملية الفداء. فتخيل إحنا كل ما بنخطئ ومنتوب ربنا رأسا بيغفر لنا من دون ما يصير في عملية صلب وتعذيب وعذاب، لكن إحنا بنصلب ذاتنا على الصليب مع يسوع لما بنخطي عشان ننال كمان المصالحة. فهي بقولك إنه أجرة الخطيئة هي الموت. بطل هلا الموت المعروف بالزمانات إنه لازم ذبح وتسفيل دم،
مع انه لسه الناس بتفدي، بس خطا، هاي خطا، ممارسات لسه هاي خاطئه، الناس لسه بتفدي بممارسات خاطئه بتذبح وهيك. لكن هو موضوع هلا الفداء انتهى بفداء يسوع المسيح على الصليب. الفداء او الموت عشان ننجو من الخطيئة هو الموت الداخلي، نعم، موت الخطيئة، نعم، بقلبنا. نعم دكتور المسيحي، نعم صحيح كلام ما تفضلت فيه. المسيحي بكتب دائما سيرة حياته بقلم من رصاص، بينما الغير مسيحي واللي بعيد عن ربنا بكتب في الحبر، بتضل هالخطيئة اللي تمارست ضدك محفوظة بقلبك ما بتمسحيها لأنها انكتبت بقلم من حبر. ولكن المسيحي، مش المسيحي أنا بحكي وغير المسيحي، يعني ما هو ممكن يكون يهودي وبخاف الله أكثر من واحد مسيحي على الهوية. إحنا بنحكي بعمق المسيح، يعني اللي على علاقة مع، في كثيرين ناس بالهوية مش مسيحية ولكن هم مع علاقة مع يسوع المسيح. فالمسيحي اللي بقلم الرصاص بمحي بعمق الفلسفة، كانوا يحكوا نصف حل المشكلة يساوي تحديد ماهية، نعم، المشكلة. يعني أسمي الموضوع بفحص الضمير عشان الإنسان، وخصوصا إحنا بزمن الصوم، هو أصلا هو زمن توبة وعودة إلى الذات. ما حدا ممكن يجاوب على خصوصيتي إلا نفسي. يعني في أشياء كثير بخفيها عن كل الناس، أقرب الناس إلي، في أشياء جوا مسكر عليها بقفل ما بفتح ولا لحدا. سر الاعتراف بيسهل على الإنسان، وخصوصا في ناس بيحب يعترفوا عند كاهن ما بعرفه. هلا الاسترشاد ما بزبط، لازم يكون في علاقه وبعرف عيلتك وبعرف بهم مشان يساعدك بالحل. ولكن الاعتراف المبدئي، خلينا نقول لاجل بدايه، يعني انه له سنين ما اعترف، فمره بده يعترف بيطلع على حريصه بيعترف، بيطلع على معين بدير الاباء هناك بيعترف، بروح عدبين عند مرشد روحي عند اب بيعترف. مش غلط لاول مره، بس بعدين بدها متابعه. اذا الحل الوحيد هو فحص ضميري الذاتي. بدي أشوف أنا ليش مش هالقد عندي شوق للمناولة، ليش أنا إلي سنة ما رحت على الكنيسة، ليش أنا حاس إنه ربنا بعترف بوجوده بس نفس اعتراف إبليس، بعترف فيه بس ما بشتغل على ضوء معرفتي فيه. بعرف إنه موجود ولكن ما بمجده، بعرف إنه قدوس ولكن لا أقدسه. في 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 هذا التناقض في داخلي بدي اعرف احط اصبعي بس على وجعي، بعدين هيك بنحل نص المشكله، لاني بعدين بصير اعرف انا يعني ايش اللي بدي اياه، نعم، ايش اللي بيعجبني، نعم، ايش اللي ما بيعجبني. نعم. بالضبط. في اشخاص بس اقعد معهم بنقاش بحياه بقعده، بعدها بدك علاج كثير قوي تطلع من الازعاج اللي سبب لك. في ناس ابونا كثير بيقول لك انه ما عم بستفيد من الصلاه، عم بروح بصلي وهيك بس مش ملاقي السعاده والراحه الداخليه، لانه اكيد بتصلي غلط. لانه لا لا أبونا كمان، إن اللي أنت تفضلت فيه إنه في داخلي ألم جرح، أنا مش عم بعترف فيه، في خطيئة بداخل قلبي أنا ما اعترفت فيها وما تخلصت منها. هو هذا الحمل اللي موجود على أكتافنا اللي عم بيخليك دائما يعني وانت عم تمشي منحني القامة ومش قادر تتطلع بعين ربنا، لأنه هو الوحيد اللي بيعرفها وانت انت مش كاشفها للبشر، لانك انت بتستحي منها هاي الخطيئة اللي عم تعملها قدام الكاهن تحكيها. فانت بتروح ممكن عند الكاهن تحكي له الخطايا اللي عم بيعملوها 3/4 البشرية، فانت بتقول له اوكي حكيت على فلان كذبت هيك حلفت بالباطل على الكذب الى اخره وكذا. يعني هاي معظم الخطايا اللي بتنحكى قدام الكاهن، واللي الكاهن طبعا بيعرف انه خطايا العالم العرضية العرضية هي بسموها، لكن الخطايا الداخلية العميقة اللي خطايا المميتة انت ما بتحكيها لانك بتستحي تحكيها للأسف. تستحي تعترف فيها. فمثل ما تفضل أبونا، أنت لازم تحط إيدك، وجعك وين، شو الخطيئة اللي أنت مش قادر تعترف فيها، كيف بدك فيها؟ تحلها، بدك تفتح هذا الباب وتطلع منه. ممكن أنت ما ترتاحش تحكي قدام خوري بتعرفه لأنه بيعرفك وبيعرف أهلك وعيلتك وأنت كذا وهيك، تقول لك أنا مش صورتي. كيف صورتي تتهز قدام الخوري هذا اللي بيعرفني وبيعرف مين أنا، كيف يعني كيف بدي أصير أتعامل مع هذا الخوري؟ فأنت بتروح عند خوارنة تانية مش معروفين، وفي ناس بتروح على خوارنة أجانب، حتى بصير في عنا مشكلة اللغة بروح بيعترفوا عند مش فاهم إشي.
فانت بدك برضو كمان تاخذ الارشاد. طب في خوارني كهنه معروفين في مناطق في اديره ممكن انت ما بتعرفهم يومي او ما في عندك علاقه يوميه، هدول ممكن انك تستعين فيهم بالخطايا المميته اللي انت مش قادر تعترف فيها قدام خوري، فعليك ان تعترف وعليك ان تفصح عن هذه الخطيئه وتشيلها عن اكتافك عشان ترتاح، عشان تشوف نعمه ربنا بداخلك، عشان لما بتروح بتصلي بتلاقي في امل وفي رجاء وفي نعمه بتدخل لقلبك. غير هيك يعني بصفي صلاتكم زي صلاه المرائين واللي بيصلوا بس من شفاههم مش من قلوبهم، وانت عارف هذا الشيء. فانت لما بتسأل وبتقول انا بصلي بس مش شاعر بالنعمة، عم بتناول بس شاعر بالتغيير، ما عم بيريحني، انا تعبان، روحي تعبانة، فبيجي الخوري بيقول لك ايش تعبك؟ ما بعرف يا ابونا، بس هو الروح التعبانة من خطيئة موجودة جوا هي اللي عم تنكش روحك، بتقول لك طلعها طلعها واعترف فيها وخلصني منها، لأنه روحك حاملتها وهي تعبانة. فمهما صليت قدام الكنيسة وانت بتطلع بين عين ربنا وعم تتذكر خطيئتك المميتة ومعترف فيها قدام ربنا انك انت أخطأت، لكن عليك ان تطلعها تخرجها للخارج وتنال التوبة الحقيقية وتنال المناولة الحقيقية. فإلى متى انت تنتظر؟ عش عم تستنى لما يجي أجلك؟ تقول لك أنا لساتني صغير، لما يجيني أجلي؟ طيب أنت ما بتعرفش الساعة، متى يأتي ابن الإنسان تياخذ روحك؟ يعني في أمثلة كثيرة بالكتاب المقدس، يعني ما تكونش مثل الجاهل، أي ساعة بتيجي، فكون دائما مستعد، كل يوم تكون مستعد وتكون بحالة النعمة. فنحن في النهاية نتمنى أنه حلقتنا تكون يعني بذرة خير في نفوسكم، وانه قدرنا نجاوب عن موضوع المصالحة بين الله والبشر. موضوع المصالحة هو بيد البشر. نعم دكتور، اذا نص دقيقة هيك بس تفضل ابونا اكيد عشان تعطينا بالنهاية البركة ونختم مع مشاهدينا اللي على صفحتنا. اليوم اي شخص ما عنده كاهن او مكرس بحياته كمرشد روحي بننصحه بالارشاد الروحي اللي بيرافق الاعتراف على فترات طويله. يعني في اشخاص بحياتي مرشد روحي لهم، بس انا ما بقبل يكون معي اكثر من شخصين ثلاثه بحياتي كمرشد مباشر عشان اواكبهم، لانه الخطايا المتكرره في لها حل عند المرشد. بفكر الانسان انه انا برجع بعيد نفس الخطيه دائما، ليش اعترف فيها؟ لا، بدك تحط الوصايا، الخطايا اللي ضدهم بصير الوصايا العشره والخطايا المميته، وفي الخطايا العرضيه. هلا بالخطايا المميته كل خطيه في مساوي لها نعمه من ربنا حطها، بكون انا بس بدي سيتنج اعمل انمي هاي شوي النعمه مشان تقضي على هاي الخطيه. زي المتزوج في عنده خطيه الزنا، اذا في عنده مشكله زوجيه في بيته، في شيء غلط، بدنا نحل المشكله بالبيت. اللي بيسرق عنده مشكله بالقناعه بافكاره باللي عنده، بصير بده يرتشي، بصير بده يعمل اشياء غلط، بقول ابونا طب بدي اعترف فيها، انا دخلي المادي مش راح اضل اخذ البخشيش، راح اضل اخذ الشيء اللي هو اعلى من التب اللي هو زي رشوه مشان اسرع على ناس على الناس، مش راح تنحل مشكلتي، اذا صليت على راسي مش راح يزيدوا معاشي. نسمعها كثير ربط المادي. لذلك المرشد بيحاول يضوي لك. لما بنحكي حل نصف المشكلة، ما عرفت شو هي المشكلة، يعني المرشد بدي أحكي له إياها، بده يساعدني. حتى الكاهن عنده مرشد، قداسة البابا عنده كاهن مرشد بيحكي معاه بهذه الشفافية. لذلك هي العودة إلى الذات بكل شفافية، بس بدها مرافقة. ممكن البنت أمها تكون هي المرافقة إلها وتكون تقدر تحكي بدون خجل خطيتها قدام أمها اللي تساعدها لتأخذ سر الاعتراف بعدين. هلا سر الاعتراف بإيد الكاهن ما اختلفنا، ولكن الإرشاد الروحي مو شرط بس كاهن، مكرس نعم. ممكن يكون علماني ملتزم، ممكن كثير في أشخاص بيعملوا لنا سبورت بحياتنا، وأنا من الناس اللي كثير برعية كان يطلع لي أشخاص علمانيين ويعطونا هاي الدعم بحياتنا. إذا بالنسبة لي أنا بختم بهذه المسج، هذه الرسالة، إنه أخوتي الأحباء ما تكونوا وحيدين في مواجهات خطاياكم، لأنها بتخنقكم مثل الشوك، بنمو علينا وبخنقنا، ببعد عنا نعمة ربنا. خلينا نمد إيدنا بشجاعة لحد يساعدنا. آمين يا أبونا، ونشكرك أبونا على هذا على هاي الحلقة وهذا الموضوع العميق، ونتمنى من الجميع أنهم استفادوا منه. تعطينا أبونا البركة ونختم ربنا. ونختم إن شاء الله ببركة ربنا، وكمان أيضا
كل اللي تابعونا أيضا نتمنى أنهم استمتعوا في هذه الحلقة واستفادوا منها. نعم، فإلى اللقاء في الأسبوع المقبل طبعا بعد البركة إن شاء الله. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم، اذهبوا بسلام المسيح. آمين. صباحكم نور وإلى اللقاء.